سرقوك مني يا بني، سرقوا سماء أحلامي، وفاتوني أقلب في يدي. أخذوك مني فانتبهت، وجدت قلبي في مطارات الهوى يبكي النوى ويغيب في حزن خفي. ودعتني فرجعت أبحث عنك كالمجنون في فوضاك، في أركان حجرتك الصغيرة علني أبكي، فتخرج من شراييني أضمك في عناق سرمدي. عيناي هائمتان أخرج للهواء، تردني الشرفات لا تخرج إلي. قل لي بربك كيف تتركه يغادر يا غبي. آه وآه يا بني، وجهي على بوابة الأصفار كالقط المرابض لم يزل يرنو إلى باب الإياب الموسمي. ماذا أكلت اليوم عفوا يا صغيري؟ أين أنت؟ أين نمت؟ كيف صادفت البرودة؟ كيف صادقت البرودة في بلاد الرقمنة؟ كيف المقام على الأسرة في صقيع الأمكنة؟ لا أوحش الله البرية من ضحوك فاتنا ويعودنا عبر الأسير بصورة ضوئية خلف الهواتف والضباب. أوحشتنا يا ابن الكلاب. يعني ده فعلا احساس كل اب وام، ولادهم بيسافروا ويتعلموا بره، ويبقى هي دي المشكله، ان انت قلبك واكلك على ابنك في حاجات كتير بس مش عارف تعمل ايه. طب وبعدين بقى، طب هو انت تنقذيه، انت عارفه زي الست اللي قالت ده ابني والتانيه قالت ده، فقال نقسمه اتنين، هتعمل ايه لو هو حب حد بقى من بره واتجوز وعايش حياته؟ احنا بنحاول ننقذه. ايه بقى، هتجوزوه من هنا؟ هتجوزوه من هنا؟ بنحاول. مش بدري؟ لا، ما هو ده يا دوب احنا استنينا لما خلص الدكتوراه. وبعدين هو ما شاء الله، على فكره هو البكالوريوس واخده من هناك. يعني هو كان منتبه وهو في سنه اولى جامعه امريكيه، جه قال لي لا، التعليم بره حاجه تانية خالص. اوكي. فسافر خد بكالوريوس من هناك ثم ماجستير. فانت بتخطبوا له بقى، هو هيخطب مصريه وياخدها ويسافر. وده ان هو طبعا ذكي جدا، واخدنا على قد عقلنا. طبعا. انا معاكم. طب انتوا عاوزين ايه؟ طب مش عارف ايه؟ يعني بنسبة كام في المية ممكن يعملها ويسمع كلامكم؟ إذا عجبته ممكن. إذا عجبته إن شاء الله. طيب. لا إن شاء الله. أدهم بقى حفيدك كان في فيديو ليك مع أدهم. إيه بقى إحساسك بأدهم؟ لا، أدهم الصغير ده، ما هو شوفي بقى، بسمة بنتي برضو عملت حاجة ذكية قوي. لما أدهم سافر وبعدين قررت فجأة كده، فاجأتني، قالت لي انا هسمي ابني اللي جاي ده ادهم حبيبتي. قلت لها ايه الروعه دي، ايه الذكاء ده. فانا فرحت جدا لان احنا هنقول اسم ادهم طول الوقت، وهيبقى طول الوقت انت فاكره، وطول الوقت انا فاكره، وطول الوقت هو كمان عارف ان ليه هنا قرين صغير ادهم.